زيتك يا ست الخيط يا ربي ذكرني ببت ستي تبقى ترندح لي أشعار والدنيا عم بتشتي يوكو فرشات وديوان عت الباب وهالحيطة داري مثل دارة يا ست الخيط يا بلدة النهر الحنون كتير نهرك تقطر عشق بالكركي أدون فيكي عاش حب كبير وعضفتك جرح فرك فركي وتل مجلس البلدي ببيت صغير يترك ليلي تقاعدوا تركي بركي بني بجنينة عصافير وطرطش وفى بنافورة البركي بدنا عيالنا الكلهن تقدير يعيشوا بهالبيت الحلو شركي وهالبيت حتى بيت بركي يصير مدماك عمدماك عملوا البيت وعيلي ععيلي بيعملوا البركي ويا جرازيلا من النهرية أكبر تحية لليونزية ويا سليم الصايغ بإتقان صايغ شؤون الاجتماعية عجود كفك شاهد البنيان وبالوزارة فرضت شخصية لبست بشهاداتك الحيطة وبرعت باللعب السياسي وابنك بيير الساكن الوجدان قاله لشيخ بيير ياسمي حزب الكتائب في إله عنوان الله الوطن والعائل سوي اعبدت الله انت عن ايمان اعبدت الوطن حتى الوطن يبقى واعبدت عيلتنا المسيحية وطوني مطر يا كبير من الكبار اجبينك مطر بالتضحية مندي رجالك ما عم بتنام ليل نهار لتنفيذ مشروعك مستعدي يا زعيم النهر يا جبار لا ترحم نفوس المستبدي وكيف النهورة بيجرفوا الأشجار بدنا تضلك تجرف الحساد وممنوع قدامك حدا يهدي كان جالساً يهيم في ذاته يبحر في أمواج الخيال يمتطي صهوة أحلامه يطير فوق الزمان فوق المكان يرمك البعيد غدوت أمازحه أسامره أشاطره أفكاره فبث إلي شكواه وهمومه نثر بين يدي مكنونات روحه إنه أبي تقاعد في السن يجلس وحيدا
يحاكي الذكريات، يشتاق إلى أصدقائه، كل في منزله، لا تواصل لا لقاء. رأيت ذاك الطود الشامخ يتحطم كبرياءه على سفوح العمر. اشتعل رأسه شيبا وبلغ من العمر عتيا، ورسم الزمان على جبينه مشوار حياته. فخطر في بالي، لماذا لا ننشئ مركزا للترفيه إلى من ضحوا بحياتهم من أجلنا، فغرسوا في نفوسنا حب الله، وجذروا في قلوبنا حب الوطن، وبذلوا الجهد في رعاية العائلة، فقدموا للمجتمع الكثير خلال فترة حياتهم. هذا الحلم أصبح حقيقة بفضل إرادة وعزم المجلس البلدي الذي يولي الشأن الاجتماعي أهمية كبرى، وبفضل دعم مكتب التعاون الإيطالي ومساهمته المادية من خلال معالي الدكتور سليم الصايغ، الذي أطلق برامج اجتماعية عديدة أثناء توليه وزارة الشؤون الاجتماعية، ومنها افتتاح مركز الشؤون الاجتماعية في نهر إبراهيم، والذي سينطلق قريبا في العمل والإنتاجية بقرار من معالي وزير الشؤون الاجتماعية الأستاذ بيير أبو عاصي مشكورا، الذي أبدى اهتماما كبيرا بضرورة إطلاق وتفعيل هذا المركز. كذلك لا ننسى اللمسات الأخيرة من تجهيزات النادي المقدمة من ليونز جوني ميلكارت برئاسة السيدة الصديقة غرازييلا الديك، التي تعطي من قلبها ووجدانها في مشاريع إنسانية واجتماعية متنوعة. إن تحقيق النجاح يتم بالتعاون المثمر بين أفراد المجتمع، لذلك أدعو مجدداً أبناء بلدتي ليكونوا فاعلين في مجتمعهم، وأدعو الناشطين في المنظمات الشبابية والرياضية والروحية والحزبية في البلدة إلى تفجير طاقاتهم حتى يتحولوا إلى عناصر تغيير في المجتمع، فتتضافر جهودهم في سبيل النمو والإنتاج من أجل مستقبل زاهر لبلدتنا ووطننا. وختاماً أتقدم بجزيل الشكر والامتنان إلى كل من قدم ودعم وساهم في إنجاز هذا النادي، من مكتب التعاون الإيطالي إلى نادي ليونز جوني ميلكارت، وإلى شركة أكوا تيرما بشخص المهندس شرب الهاشم، وإلى موظفي وعاملي البلدية. عشتم ليحيى لبنان. عودنا بلبنان لما الوزير بيعمل واجباته بده يجي يربح الناس جميلة انه هو عم يعمل واجباته، وانه اما الوزير يكون آدمي بده يقوله والله انه يعني شيء عظيم، شيء استثناء، لانه القاعدة صارت غير هيك. هيدي ابسط الحقوق الانسانية والاجتماعية، اللي لما واحد يوصل على السلطة هالحقوق انه يأمنها للناس. ما حدا سامع بالبرنامج الوطني للمسنين، نسيينه. في لجنة الوطنية للمسنين بلبنان، هيدي نسيينها، ما عم بيحكي فيها. قضايا المعوقين فاكرين بس الجمعيات بتهتم فيه، المساهم الأكبر الدولة اللبنانية. حطينا أولوية المسنين، وأهم عمل نعمل بهيدا المشروع وغيره مثله بهالمشاريع، إنه عرفنا إنه الدولة ما فيها تعمل كل شيء، بس حتى الدولة تقدر تجذب القطاع الخاص، تجذب مؤسسات مثل اللايونز، بدها تشتغل صح حتى الناس على الأميانة تحط إيدها بإيد الدولة. ومن شان هيك نحن جينا عملنا دراسة حاجات بطريقة كتير علمية مع بلدية نهر إبراهيم، وبعتنا فريق متخصص. مش هيك صارت القصة،
بعتنا فريق متخصص عمل تفتيش دراسة اجتماعية واضحة شو هي حاجات البلدة، ولقينا انه دار المسنين هون هيدي حاجة ضرورية لنهر إبراهيم. ولكن هالمشروع هيدا عم بدلنا انه مجتمعنا بعده مجتمع ممكن، وانه وطننا بعده وطن ممكن، وانه الانسان اللبناني نعم قد يكون اكبر من دولته واكبر من بلده، ولكن مش اكبر من لبنان بمعنى الوطن السرمدي التاريخي، اكيد مش اكبر من نهر ابراهيم نهر الحب والتضحية، اكيد مش اكبر من الرجاء والامل انه نحن شعب بيستحق يعيش بكرامته. وهيدا مشروع كرامة الانسان، هيدا مشروع كرامة كبارنا، هيدا مشروع البركة مثل ما حبيتوا انكم تسموه. المدماك اللي عم ينعمل اليوم، انا بطلب من كل مدارس المنطقة من الصغار قبل الكبار يجوا يزوروا هيدا المشروع ويقولوا بعد في واحد محبة وتضامن بهيدا البلد. خلينا نرجع نقتحم المواطنية، نخدها نستملكها، ونحن مجتمعين نرجع نبني وطن عنده كرامة بيشبهنا. بهيك طريقة منكون نحن عم نكرم كبارنا. عشتم. ليحيى لبنان. حلم عن جد كتير حلو وتحقق، بس كنت بتمنى انه ندعي من خلال معاليك كمان انه كل مجلس بلدي مفروض انه يقوم بهيك حلم او يجرب يحقق هيك حلم، لانه عن جد هو حلم كل مسن وكل واحد منا رح نوصل عليها.